القناة الإعلامية للبنت السورية هي الأفضل دائما. وصل إلى مطار دمشق 15 أسيرا وأسيرة واحدة من بين الأسرى الذين أبعدتهم سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن أرضهم بعد تحريرهم، مع أكثر من 1000 أسير فلسطيني محرر مقابل إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط. هذه هي الطائرة السورية الخاصة التي تحمل على متنها الأسرى المحررين، ونحن الآن نصور من مطار دمشق الدولي لحظات نزول هذه نزول الأسرى من الطائرة. إذن كما تشاهدون الآن على الصورة، نشاهد على الصورة الآن مراحل تجهيز سلم نزول الركاب من الطائرة. عدد كبير من الحشود الآن اجتمعت، وعدد من القيادات، قيادات فصائل الفلسطينية إضافة إلى قيادات الحزب والجبهة، والسيد وزير الإعلام أيضا ضمن المستقبلين. سأتوجه الآن إلى درج الطائرة لأحاول الحصول على بعض اللقاءات مع الأسرى لحظة نزولهم من الطائرة. يعني بالكاد أسمعك ميس بسبب هدير الطائرة الذي ما زال حتى اللحظة يعني يعمل، لكن كما تشاهدين في الصورة ميس، كما ترين الآن، إذن قائد الطائرة الآن يشير إلى بدء نزول الأسرى، وقد توجه عدد كبير من الصحفيين. لدينا الآن أكثر من 35 وسيلة إعلامية عالمية إذا بانتظار نزول الأسرى المحررين من الطائرة. كنت تتحدثين ميس عن مجموعة من الحقائق حول الأسرى 15 الذين وصلوا إلى سوريا. طبعا هم أسرى مبعدون، يعني تم إبعادهم. الآن أيضا هناك عدد من الفنانين قد وصلوا إلى أرض المطار أيضا لرش الزهور على الأسرى لحظة وصولهم. وفود رسمية وشعبية، أستطيع أن ألاحظ عدد كبير من وجوه قيادات المقاومة الفلسطينية بجميع فصائلها. طبعا هناك 300 أسير، يجدر الإشارة أنه 300 أسير من الأسرى 1027 أسير هم محكومون بالمؤبد. طبعا من حقائق يعني هذه الصفقة بأنه 477 أسير يطلق سراحهم في المرحلة الأولى، 15 مبعدا عن الأراضي الفلسطينية وصلوا الآن إلى أرض الجمهورية العربية السورية. ونحن نقف مباشرة الآن على مدرج الطائرة، وبدأ الأسرى الآن ميس، بدأ الأسرى الآن بالنزول من باب الطائرة كما تشاهدين. الأسير الأول معنا، إشارات النصر والورود تنتر عليهم. الفنانة تولاي هارون الآن تقوم بهذه الورود. عبد الله السلامة، أنا مسؤول ملف الأسرى في الحركة، هذول أسرى محررين. تفضل، تعرف حضرتك؟ حسام بدران. أخ حسام الحمد لله على السلامة، وسنوات الأسر اللي كانت مريرة، تحدثنا عن لحظة وصولك الآن وشو مشاعرك، شو بتقول لشعبك؟ هذه مشاعر فخر واعتزاز، مشاعر فرحة كبيرة جدا. طبعا نعم، طبعا كما تشاهدين ميس، يعني لم نستطع أثناء المقابلة الآن مع أسير بسبب احتشاد المحيين لمحاولة إمساكه. إذن
ميس زملاء في الكنترول لا أدري إن كان يستطيع الوصول طبعا يا زملاء لو اذا تريدوا نحن على الهواء على الباب يا شباب على الباب يا شباب نحن على الهواء يا جماعه لو سمحتوا لو سمحتوا نحن على الهواء مرحبا تعرفنا بحضرتك هشام حجاز اخي رشاد قديش مدى سماك الاسد حضرتك شعور لا يوصف كمان شعور. شو بتقول شو بتقول لحظه خروجك مرحبا يبدو اننا زميله ميس يعني من كثر عدد الناس يعني عدد المحيين كان بالمئات لم نستطع بالفعل حتى ان نقف للحظه مع الأسرة لكن سنحاول الوصول اليهم في داخل قاعه الانتظار نعم طبعا أشير إلى أن الأسيرة آمنة منى وصلت الآن أيضا بدل الأسيرة مريم التي تحدثت عنها تلاحظون الصورة الآن يعني الصورة أبلغ من الكلام لم نستطع حتى أن يعني نصل إلى داخل هذا الحشد الهائل أشير أيضا ميس إلى أن الأسير السوري وئام عماشة ابن الجولان المحتل أيضا قد تم الإفراج عنه في هذه الصفقة وأيضا وصل إلى أهله في الجولان المحتل الأسير بدوره يعني لدينا الآن أسير محرر وصل إلى جزء أسير من وطننا الغالي الذي نتمنى إن شاء الله أن يعود عزيزا إلى وطنه سأحاول الوصول الآن إلى أحد الأسرى المرفوعين على الأكتاف ممكن نحن على الهواء لو سمحتوا لو سمحتوا ممكن لو سمحتوا لو سمحتوا ممكن قبل الأسيرة لو سمحتوا نحن على الهواء الله أكبر الله الحمد لو سمحتوا الله أكبر الله الحمد نجري لقاء لو سمحتوا مع الأسيرة المحررة احنا الآن على الهواء مباشرة لقاء مع الأسيرة مرحبا اخت امين انت الاسيره المحرره الوحيده الان وانت الان على الهواء مباشره في التلفزيون العربي السوري حدثينا عن ظروف اسرك بدايه وكم كانت مده سجنك انا عشت بالسجن 7 سنين من عمري اكيد ظروف صعبه وقاسيه وبدون فرحه كبيره لكن فرحه منقوصه انه احنا بعيد عن ارض بعدين عن ارض فلسطين مبعدين وغير هيك في اسرى ورانا ضلوا بعانوا انا مرين من ظلم الاحتلال وقصبه السجان انتوا الان بارضكم الثانيه ارضنا الثانيه اكيد هي ارضنا الثانيه بس ما في احلى من الارض الام الارض اللي حضرت وربطوا عنها انا شو بتقولي لاهلك بالداخل الفلسطيني اللي ابعدك الكيان الصهيوني محتل عنهم ان شاء الله عن قريب رح ارجع لهم باذن الله واسري ان شاء الله رح ينتهي مش رح تستمر وشو سبب ابعادك قرار ابعاد على غزه قرار من الجهات الإسرائيلية بعاد على غزة ومن غزة طلعت لمصر تخبرينا عن ظروف بقية الأسيرات الموجودات الآن داخل السجون هل بقي أم طلبنا من حضر يعني الحركة الآسرة للجند الصهيوني جلعاد شلي طلبوا من كل إطلاق سراح كل الأسيرات عبارة عن 27 أسيرة لكن هالحكي مش مزبوط في بنات من 48 في أسيرة اسمها لينا جربوني قضت بالحبس بالاعتقال 10 سنين وضيلها 5 سنين وفي بنت ثانيه اسمها ورود قاسم يعني بنات ال 48 الارض المحتله ظلوا بالسجن وبنات المقاومه ظلوا بالسجن يعني ظلوا ورانا 9 اسيرات ما تحرروا بناشد اي حد بيسمعنا يطلق سراحهم او يعجل في عمليه اطلاق سراحهم ان شاء الله كيف ظروف سجنهم الان الاسيرات اللي ظلوا 9 هسه كثير
كثير صعب خصوصا هم لحالهم، يعني اول شيء كنا شادين على ايد بعض، كنا جنب بعض، اليوم هم لحالهم اكيد بيراقبوا اخبارنا من برا وان شاء الله يلحقونا يا رب، هم وباقي الاسرى. بنهنيكي بفرحه تحريرك من الاسر، والان انت تحررتي وبداتي بمرحله جديده من حياتك. شو حتكون المرحله التاليه؟ المرحلة الثانية إن شاء الله بدي أسعى إني أحاول أرجع عند أهلي، لأنه هي الشغلة الوحيدة اللي ببالي، إنه أنا ما بقدر أعيش بعيد عن وطني، بعيد عن أهلي وبعيد عن ناسي. شكرا جزيلا لك يا أمي، مبروك إن شاء الله. إذا زميلة ميس، لا أدري إن كنتي تسمعينني الآن. على كل إن كان هذا لقاء مع الأسيرة المحررة الوحيدة من سجون الاحتلال الصهيوني. أتحول الآن إلى زميلة رائدة وقاف وهي داخل قاعة الشرف. أنا بدعم الصناعة الوطنية. طبعا الآن بدأ دخول الأسرى المحررين إلى داخل قاعة الشرف. نعم سامعة. وكما ترون الآن، نعم زميل محمود، الآن إلى هذه القاعة دخل الأسرى المحررون الذين وصلوا للتو إلى مطار دمشق الدولي، طبعا ضمن إنجاز المرحلة الأولى من عملية تبادل الأسرى بين الحركة المقاومة الفلسطينية حماس والكيان الإسرائيلي. طبعا وصلوا الآن وسط استقبال رسمي وشعبي. الاستقبال الرسمي كان مؤلفا من الدكتور ياسر حورية رئيس مكتب التعليم العالي القطري، الدكتور بسام جنبي رئيس مكتب النقابات المهنية، الدكتور عدنان محمود وزير الإعلام، أيضا السيد زاهد حاج موسى محافظ ريف دمشق، أيضا عدد من قادة وأعضاء الفصائل الفلسطينية، حشود شعبية كبيرة منذ ساعات تنتظر وصول الأسرى الفلسطينيين المحررين.